سيد النقيب، خليني اتفقد لك ايدك لو سمحت. لا ارجان، ما في اي مشكله. شو قصدك ما في مشكله؟ بجوز تلتهب سيدي وتعمل لك مشكله. ارجان، هذا الجرح ما راح يموتني، بنتفقده لما نوصل. سيدي، في اتصال من المقر، سياده الجنرال على الخط. تمام يا كابتن. النقيب باتور كران لك، عم بسمعك سيدي. سياده النقيب، وصلني خبر من المشفى، حاله الرقيب تيمور منيحه، وأنا حبيت أن أقول لك هالخبر بنفسي. شكراً لك سيدي، بصراحة أنا وكل المجموعة كنا محتاجين هيك خبر، شكراً. بعرف يا ابني بعرف، وحبيت أني هنيكم بعد ما خلصتم، كملت المهمة بنجاح كبير، برافو عليكم. شكراً، شكراً لك سيدي. تيمور، تيمور حالته منيحة يا شباب. لك هو عايش. أنا هلأ صرت مرتاح منيح، هلأ ارتحت بشرفي. شو يا إرجان؟ سيدي. شو يا ملازم؟ نعم. أنت شو وسطك؟ شو مو شايف إنه أنا جريح كمان؟ عم أنزف وإيدي عم توجعني كتير؟ وأنت ما عالجتني، بلكي هذا الجرح التهب مثلاً. سيدي مو أنا قلت لك. شو قلت لي مثلاً؟ يعني أنا إذا بصر لي شيء وبخسر إيدي بيكون الحق عليك، بتعرف هذا الشيء ولا لا؟ سيدي. سيدي وسيدك الله حبيبي، في شيء اسمه التهاب بالحياة، بجوز نحن ما نعرفه بس أنت لازم تعرفه. سيدي النقيب، لسه سيدي وميدي وأنت لسه ما شفت إيدي. بس أنا كنت كثير منعرف إنه العمر له حقه أكيد، أنت عم تخربه؟ سيدي والله وأنا كمان لاحظت هذا الشيء. العمر بيخلي الواحد ينسى مظبوط. بجوز يحتاج نظارة للقراية عن قريب. نظارة كمان؟ ما بصير تقول هيك ولو كان مزح. ولا خلص لا تتضايق وتبكي هلا، عم بمزح معك لا تعصب. خلص خذ ايدي عالجها وطع اذا بدك حسابها. خليك عم تتمسخر، خليك عم تتمسخر علي هلا، بما انه تيمور بخير صرت تتمسخر على ارجان، مو هيك بسيطه؟ حقك والله عن جد، هذا بشرفي، انت احسن واحد بالمجموعه وانا مبسوط لانك معنا. شو اعمل؟ سيدي، هذا واحد من تليفوناتي اللي أخذناها من الميدان. هات لنشوف. إيغور، أنت ليش تأخرت هيك؟ خلص موضوع النقيب ولا لسه؟ النقيب ما بيخلص موضوعه يا حمار. لك مين أنت؟ وينو إيغور؟ لي الغالي، والله رح بلش ازعل كل هالعشره وما عم تعرف صوتي. لك عيب عليك يا زلمه، شباك والله عيب. نقيب باتور كسر راسك هو بذاته. النقيب باتور كران لك، وكل الرجال اللي بعدتهم كانوا صرامي وخيبوا املك. لازم تجي وتشوف شو محضر لك. في عندي شقفه قماش حلوه عملت لك منها فستان. والله لا خلي مجلات الموضه تنشر صورك يا كلب. رح خلص عليك هلأ أو بعدين، رح خلص عليك صدقني. وكمان رح أبعتك بإيدي التنتين على جهنم. بسيطة، حسابك عندي أنا. الله يلعنكن، لك الله يلعنكن، الله يلعنكن. خذ اتصل بالمقر فوراً وخلينا نتعقبوا هاي المكالمة، لازم نلاقي هذا الواطي بأسرع وقت. حاضر سيدي النقيب. انتبه على إيدي يا كيت. بعتذر.
ابنك الله يلعنه، الله يلعنه. واحد واطي. نحن لازم نطلع من هون، لازم نطلع من هون وبأسرع وقت. لازم نطلع من هون، لازم نطلع. ما عاد في معنا وقت، لازم نطلع من هون فورا. طلعينا من هون وبسرعة. شو سمعتيني ولا لا؟ طلعينا من هون وبأسرع وقت. لا. شو يعني لا يا تارا؟ ما معنا وقت، هلا بيجوا لهون وبيكمشونا كلنا. اتصلي بمعارفك، استعجلي يلا. ما عندي معارف دقلهم، معارفي بعاد من هون كتير. اخواتك طلعوا من الصين ومفكري حالك انك بوضع منيح، مو هيك؟ بس انا حخليكي تندمي انك خلقتي يا تارا. انا رح خليكي تندمي بانك خلقتي، فهمانة؟ نحن لازم نطلع من هون فورا. ليه؟ رح نعمل ترتيب مؤقت. وهذا الترتيب آمن؟ أكيد رح يكون آمن من هون. ماشي، رح روح لنيك لكان، بس أول شي ربطوا لي إياها لهالكلبة، بعدين بتفاهم معها منيح. خلونا ناخدها معنا، بجوز تساعدنا. بعد اتركني، عم أقول لك بعد عني. أخواتك، كل شي له علاقة بأخواتك، مو هيك؟ ماشي خدوها معنا. عطوني شي تليفون.